سابقا بسم الله والحمد لله، السمع الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا افتح لنا فتحا عظيما وانصرنا على أعدائك أجمعين، آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أرضاك. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. لا، هو من الصادقين 100%. قال ربي أعلم بما تعملون. شوف يا شيخ، يأتي الأرجمون كي إكراز الأرجمون الأرجمون ترومبور إي ترومبي دون لا نوارسور دي باغانيسم. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. عارف مناجات بلية كبرى، هذا سحاب ممطر، هنا ما كانت شحت السماء ما تطمش مدة أمطار تبعت الحياة فيهم وفي أنعامهم وفي أرضهم والمجر. عاد يقولوا فأخذ، وقول ربي فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وهم دائما في غيانهم وانحرافهم عن الحقيقه وجهلهم بها، قالوا ممطرنا هذا شيء من جايب من الخير العميم، واعلم ما يكون كم من اهل الخير وعموم الخير. ولهذا جاي في صدعين سو ماجيسيان او سولي كي فيكتيم دون ماجي، c'est un fait fémonteux. Il vient nous dire des balivernes. Alors Dieu leur a bien envoyé le salaire qui leur, comment dirais-je, donne la grande leçon dévastatrice et exterminatrice. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن ربك لهو العزيز الرحيم كما سبق أن قلنا، وإنه لتنزيل رب العالمين. إن شاء الله مرة أخرى نتحدث عن القرآن الذي ورد في هذه السورة الكريمة. السلام.